ما تعرف شو غني لي اياها هلا غني لك اياها انا لا هلا انا بغني لك اياها سمع بحسن هذا يعني مرضان اكل شيء اليوم بدا يرتك يا الله يا دكتور يلا لا 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 يا دعاء Which one do you dress and change every day to see? تصوبت شام إجرية الصواب إجى على إجرية وعندها أخوة كمان تصوب إجري أما وأختها توفوا وعندها أخت تاني هي ما ضل فيها شيء الحمد لله طلعوا بخير وسلامة إجت فرقة الإنقاذ طالعتهم بلحظة من اللحظات وأنا عم بحرر رجليها ألمت للطفلة شام اندارت علي ومسكت لي إيدي مسكت لي إيدي بقوة يعني وقصت لي عليها قالت لي عمو انه انا عندي فكره قلت له خير عمو شو قلت لي انا عندي فكره شو رايك انه اشرب مي او نام انا يعني خليني نام وانت شو ما بدك اعمل لانه انا طول الليل ماني نايمه قلت له خلص عمو يعني تكرمي مثل ما بدك وانت اللي خلص عمو انا راح اخذك على مدينه الملاهي بس نطلع من هون سبحان الله هي عندها سرعه بديهه وذكيه كثير البنت وقت قلت لها انا هالكلام قالت لي فورا قالت لي ايه راح اروح على مدينه الملاهي وبدي اشتري ثياب جديده وبدي البس ثياب حلوه بدي اصير اميره